لك. شو صار معه؟ ارتفعت حرارته كتير وتدخلوا مشان يخفضوا له اياها. هاي المرة نزل نبضه وعم يقولوا وضعه مو منيح. شو بدنا نخسر ميماتي بسبب الحرارة؟ أخي الله يخليك قلون يساووا شي. ما راح يصير له شي يا بنتي، لا تنهاري هيك. هلأ أنتي مرتو لميماتي؟ أربعة. حضر الجهاز. رجع. الحمد لله يا ربي.